الخارجية: مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الشعب الفلسطيني وتطالب بإيقاف كارثة العدوان الإسرائيلي على غزة. وزارة الصحة تحذر من استخدام المضادات الحيوية بدون وصف الطبيب المختص، وتطلق 3 قوافل طبية مجانية في 3 محافظات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة. بدء صرف مرتبات شهر يناير 2024 اليوم للعاملين بالدولة. منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته للقاء الرأس الأخضر بالجولة 3 من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية. الأرصاد: بداية انخفاض في درجات الحرارة غدا، وسقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح مثير للأتربة.